دازناها بخير على خير. يعني المغرب كاينه واحد التقدم ملموس في جميع الميادين. كاينه دي بوين فور، كاينه دي بوتي بوين فيبل خصهم عاود يتخصهم يتشافوا. انا السبب اللي خلاني اختار المعبر ديال سبته، انا بالنسبه لي حيت ساكنه في تطوان، يعني قريبه، ساكنه بالضبط في كابو نيغرو، يعني من كابو نيغرو لهنايا يعني كاينه القرب، وكاينه حتى الفرق في الاثمنه ديال باركوس بين سبته وبين طنجه، يعني تقريبا كازيمون لو دوبل. يعني هذا عامل كيخلينا اننا نختاروا معبر سبته. المغاربه المهاجر خصهم يهضروا على الحقوق ديالهم، عرفتي، خصهم يهضروا على الحقوق ديالهم من ناحيه ديال هذا المشكل، هذا ديال العبور، بعد هو الاولي لا في الدخول ولا في الخروج، لان مشكله كبيره. بالنسبه للدخول حين كنكونوا ماجين كنكونوا ضاربين ساعات طويله ديال السكان، ويعني تعب، يعني مشقه كبيره، ونوصلوا ونبقاو ننتظروا في الديوانه يعني ساعات اخرى يعني طوال. بالنسبه لي انا كندخل من سبته كنوصل لتطوان يعني صافا، والناس اللي ماشيين مساكن يعني هابطين تحت الرباط اكادير وزيد وزيد، يعني هذه مساله خاصها يتعاد فيها النظر. ثلاث سنين ما دخلنا المغرب ان شاء الله، ومسافرين دابا. انت كتشوف الحاله كيما دايره، كنطلب الله عز وجل يدوز كل شيء بخير. سوايع ديال الانتظار واحد 6 سوايع هكا على الاقل. السبب رقم واحد هو الثمن. الحقيقه ما نكذبوش، فرق كبير، يعني الفرق تقريبا 50%، يعني هذا الشيء اللي كاين. مزيان الحمد لله، داس مزيانه، شفنا العائله، توحشناهم، كانت عطله ميسره الحمد لله، كل شيء مزيان. صراحه حنايا عبر يعني نورمالمون حنايا واخدين الفكره ديالنا ديال سبسه دائما الامور مخففه، وهذا ما كانش صحابنا كاين هذا الاتاسكو، يعني كاين هذا الازدحام هذا، وتزرفنا بالعربي. شحال دابا الساعه انتظار وصلت؟ اوف دابا جايبين وقيله قل من الوحده، من الوحده د النهار، وعندنا الباركو في الليل. دابا شحال 6:30، قول 5 ساعات باقي ما تحركنا والو تقريبا. قول في 15 كيلومتر من دخلة الفنيدق الى حتى سبته 15 كيلومتر، دونك قول باقي ضربنا وقيله واحد 5 كيلومتر في 5 ساعات، تخيل. كيلومتر في الساعة، كيلومتر في الساعة، كيلومتر في الساعة. الحمد لله حنايا صابرين، ما باقي والو. الثمن رخيص، ما بين 150 حتى 200 اورو، 1500 وبين 1500 و2000 درهم. كاع المغاربة اللي جاونا على حسب الثمن. ملي كتدخل تسول كتشوف الأثمنة في الانترنيت كتلقى سبتة رخص من طنجة. علاش ما نعرف. دابا جينا حنا وصلنا هنايا مع الثلاثة، شحال دابا 5:30 واقيلا 18 ثلاثة سوايع. ومازال الخير. وسير عاوتاني حتى للديوانه ديالنا، وسير عاوتاني حتى سمعنا بان كاين اللي بوشو حتى في الديوانه بين سبليون وفرنسا، كيديروا كونترول المغاربه بزاف. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.